بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئاً، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل، إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله، ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، فهذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان،
قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم. فأعلمنا أحفظنا. فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم. قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم، هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ، هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يجب على العالم أن يبين، أن يبين للناس ما حمله الله من العلم ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد. نذكر في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس، العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بيّنوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بياناً وبلاغاً ونصحاً هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي
أي إنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأنه وقت القرون المفضلة، صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كل ما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي،
عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتن. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، تتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين، ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يتمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان
والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. ونحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بهذا؟ لخصه علماء الأمة بهذه الكلمات: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ بيمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله، قال رسول، وما قاله سلف هذه الأمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال، والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة، انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا، تقاطعوا، تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود، طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من الضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل، بل فيه شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح.
إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء ولا فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. الجدال في الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح شيء جدا، ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإمامه. ما دام لهم جماعة وإمام خليك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، ما يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. ووجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن وإن كان عنده
نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل، خلك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما فيه جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي نازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدى لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم يحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، ما دام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اصبر. نعم. ومن كره، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضرر أعظم في شق العصا. نعم. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة
المسلم إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم، أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية؟ ترضى لنفسك هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35. لعلنا نقف عند هذا. نعم، صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن الثلاث أثابكم الله؟ يعني ما هي ثلاث معينة، الله أعلم، ما هي ثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟ هذا ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءهم ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الدعاء لولي الأمر نفاق؟ هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح. أنت ما أنت بتثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين. فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق،
أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، هذول عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذي لا يدعون للإمام هذول، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟ المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذا استهانة بالسلطان. السلطان له مكانة وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى، يسبب سفك الدماء. يا إخوان، احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما نجزم نقول له، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذه قاعدة عند العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟ أما كيف تنجي نفسك من الفتن؟ الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان إنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز إنه يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن، فهذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت، وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟ يا إخواني، وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، باختصار هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
هل إجماع السلف حجة بذاته؟ نعم، إذا أجمعوا الإجماع على قسمين، إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو بإجماع قطعي. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟ نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن اللي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحون؟ ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق بما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال. السؤال ده يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟ الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج والوارد في الحديث، الجزم ما يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان أشد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم. ما أنا ما أدري عن الحكام، علشان أقول ما أدري عنهم، المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، معه الحاكم المسلم، وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟ وأما غير الحاكم المسلم فينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب، ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، حسب الإمكان، تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم، درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟ لا، أشد
خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائغ حسب الأدلة، حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة، نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية، نعم. يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟ سبحان الله، خلاف لفظي وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل، نعم. وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا، يقول من الدعاء يعني، أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟ أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم، أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ألا يجوز هذا؟ النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل، نعم. أحسن الله إليكم. ولا فيه تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به، نعم. وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟ النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناصح، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر، وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، أنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه، نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟ الجماعة ما كان على الحق، ما هو الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة، نعم، المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت، آخر سؤال، الوقت ما انتهى، آخر سؤال، نعم. أنا ما أدري الوقت، لا الوقت لسه ما انتهى، لسه ما انتهى الوقت، بيني وبينكم الوقت، إذا انتهى خلاص، جزاكم الله خير، نعم. وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟ يعني مباشرة، ما بدون واسطة،
كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. نعم، هذا إكراما له رضي الله عنه. نعم، ثابكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم.